لطالما عانت المرأة من التهميش السياسي والاجتماعي في بلاد الأرز، وبالرغم من الكلام الكثير على لسان رجالات السياسة اللبنانيين عن أن النساء يشكلن نصف المجتمع، إلا أن تمثيلهن ما زال إلى حد اليوم دون الحدود المقبولة. فمنذ العام 1952، تاريخ حصول المرأة على حق الاقتراع، ما زالت نسبة النساء اللواتي وصلن إلى احتلال مقعد نيابي ضئيلة جداً. اليوم وضمن برنامج حديث بيروت وتعليقا على عدم بحث موضوع الكوتا النسائية في اللجان المشتركة، نناقش مع ضيفتنا الأستاذة هدى القسطى قصقص، رئيسة جمعية بيروتوبيا وعضو مجلس بلدية بيروت مستقيل. مساء الخير مدام هدى، وأهلا وسهلا فيك. مساء النور وأهلا وسهلا فيكم. بداية مدام هدى، معظم الكتل السياسية لا تنفك تؤكد تأييدها لتفعيل دور المرأة في مجلس النواب والحياة السياسية، لكن كيف تصفين ما حدث بمجلس النواب اللبناني؟ يعني سقطت الكوتا النسائية سريعا بالتصويت وبالضربة القاضية. صحيح، هو ما حدث يعني الحقيقة معيب للديمقراطية بمرحلة ما، لأنه بالقليل كان ممكن أن يناقش، يعني قطع الباب أو تسخير الباب بشكل هيك سريع كتير ونهائي، ولا حتى في بحث أو نقاش بالموضوع. هذا لحاله يعتبر يعني سقطة ديمقراطية لهذا الموضوع اللي هو كتير مهم. اليوم مثل ما قلت، مجلس النيابي في بقلبه 5% فقط من السيدات، بينما يدعي الجميع أنه هن بهمهم مشاركة المرأة. صحيح. وأنه هن بقدروا دور المرأة، وأنه هن يعني ما عندهم أي مشكل بوجود المرأة بالعمل السياسي، إنما موضوع بهذه الأهمية جرى إقصاؤه بحجج كثيرة، يعني وبحجج خليني أقول واهية، لأنه برجع بقلك ما تناقش. صحيح، يعني قدمت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب عناية عز الدين لمجلس النواب باسم التحالف المدني اقتراح قانون بيتضمن يعني إدخال الكوتا النسائية ب 26 مقعد بتكون محجوزة للنساء فقط. لو نتحدث بتفاصيل هذا الاقتراح وعن الأسباب اللي جعلته يعني لم يلقى أذانا مصيغة عند الكتل النيابية. هو هذا الاقتراح يعني وليدة عمل نضالي كتير كبير من قبل مجموعات يعني ترأسها سيدات أو فيها سيدات، و يعني تعرف تماما أهمية دور المرأة بصنع القرار السياسي وبصياغة القوانين، وأنه يكون هي عندها قدرة على التأثير على مجتمعاتها وعلى المجتمع اللي عايشه فيه. يعني في جمعيه 50-50 اللي مع بالتعاون مع 50 جمعيه اخرى، مع دكتوره فاديه كيوان، مع خبراء بالقوانين الانتخابيه، وضعوا صيغه مبنيه مش على تغيير جذري بالقانون ولا شيء، هو ماده من مواد تعديل لماده من مواد القانون، حتى ما يصير في حجه انه عم تقدموا شيء قانون جديد وصار بدها تروح تاجيل الانتخابات وغيرها. وحتى يعني راعوا كل مبادئ القانون الهجين لناحية التوزيع الطائفي والمذهبي والمناطقي وغيرها، لحتى كمان ما يصير في أي لغط بهذا الخصوص. وهي في عمليا نسبة 20% من كمقعد كوتا مضمون للسيدات الموزعين بالمناطق. اللي صار انه مثل ما حكينا انه وجه بعدم حتى المناقشه، مع انه اشتغلوا عليه اكثر من سنه، صاروا عم يشتغلوا عليه الخبراء، وهذا شيء مشحف جدا وشيء لا يتعارض مع ولا حجه من الحجج اللي نقال انه في اقليات مش مضمونه. يعني المشكله بالاقتراح هذه بالقانون الاساسي، يعني المشكله بالاقتراح ما فينا نقول هي المشكله بالاقتراح ذاته، بل بالتوليفه السياسيه اللي مسيطره داخل المجلس. صحيح صحيح، ومن هيك يعني كان الاقتراح مطروح ممكن للنقاش، يعني اذا ما كانوا 26 يكونوا 20، اذا ما كان 20% تكون اقل، يكون في شيء طرح اخر، يكون في تعديل مثلا بالدوائر او المقاعد او غيرها.
لم يطرح هذا، لم يصل النقاش لهذه المرحلة، لأنه بالمطلق كان في إنه ما في داعي لهذا الموضوع من أساسه، مع التهكم والتنمر للأسف. ويعني عدم احترام لهيك أنا قانون، لهيك رأي، ولا 50%، أكثر من 50% من المجتمع اللبناني. أيضا بالحديث عن التعديلات اللي يمكن إدخالها إلى قانون الانتخاب انطلاقا من المادة 11، يعني لماذا يتم رفض البحث بتعديل المادة 2 من القانون من خلال إدخال كوتا نسائية بيتم من خلالها حجز 26 مقعد للنساء بالبرلمان من أصل 128، إضافة لإلزام تضمين اللوائح الانتخابية 40% من النساء؟ يعني يمكن هذا السؤال بجاوبوا عنه الرجال النواب اللي كانوا موجودين بالجلسة، واللي هن يعني طريقة جوابهم على الموضوع أدت لأنه انسحبت النائب عز الدين، وبالتالي بعتقد صار في تنمر عليها، وصار في عدم احترام لهذا القرار. بعتقد إنه الشباب منهم كتير حابين إنه يكون في تطعيم لدور المرأة ولوجود المرأة وآرائها اللي هي تعكس آراء أكثر من 50% من المجتمع، ومش بس آراء، يعني في واقع حال، في فرق ما بين السيدات والنساء، ما حدا أفضل من حدا، بس أكيد اثنيناتنا موجودين واثنيناتنا عنا همومنا وعنا مشاغلنا وعنا الأمور اللي بنشوفها بطريقة معينة. يمكن ما كتير حدا حابب إنه هذه الطريقة تتاخد بعين الاعتبار. كمان يمكن في مثل كود متفقين عليه انه بيحكوا بشكل اريح بالاجتماعات بلا وجود الستات، في للاسف انا بعتبره نوع من قله تقدير وجود المرأة. اهميه راي المراه، بالرغم من كونه بكثير كثير من القطاعات تبرز المراه اللبنانيه بشكل كثير كثير قوي. كلنا بنعرف شو قديش في احترام لدورها بالعالم العربي، بس اليوم بنلاقي انه لبنان رقمه 15 من 17 بالدول العربيه من حيث التمثيل السياسي للمراه، رقمه 183 من 187 بالعالم من حيث التمثيل السياسي للمراه، يعني احنا كثير 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 بعاد. وعشان هيك يعني موضوع الكوتا هو مجرد بوش لا نوصل لهذه المرحلة. أكيد النواب بفضلوا يضلوا على الموديل القديم، ما يطعموا وجود المجلس النواب بوجودها، أو يغيروا النمط القديم، لأنه بكل شيء هن حابين يخلوا الأشياء الموروثة اللي نحن كلنا بدنا نغيرها إن شاء ايضا الله. مدام هدى، يعني ما تعليقك بالحجه اللي عم بيتم تداولها حول هذا الموضوع هي انه الكوتا لا يمكن ان تسري على الاقليات الطائفيه، ما يؤدي برايهم الى خلل بالتمثيل؟ ما هو لا يمكن ان يعني هو هذا ما هذا اللي قلته انا بالاول، انه من اصل القانون هو هجين، وهو مقسم الدوائر مثل ما بده، والاقليات يعني بكوتا وبغير كوتا يمكن مش ممثلين بالشكل الصح. الخبراء اللي اخذوا بعين الاعتبار دراسه تفاصيل هذا القانون اخذوا بعين الاعتبار انه نقوا مقعد الكوتا من ضمن المقاعد اللي فيها عدد زياده مذهبيه، يعني اعتبري مثلا ببيروت، مثلا ببيروت الثاني في 6 مقاعد سنه، وفي مقعدين شيعه، وفي مقعد درزي، يعني ومقعدين مسيحي، سو بتتاخذ من المقاعد اللي هي فيها عدد كبير من الرجال، وبالتالي مدروسه، مش نكايه بالاقليات، بس الاقليات اذا هن ما عندهم هذا المقعد. صرنا بنرجع لاصل القانون وضروره تعديل اصل القانون مش للكوتا، يعني هذه حجه تعتبر. برايك هل لا يزال الوقت متاح للعوده عن هذا الخطا قبل إجراء الانتخابات؟
يعني لابد من إعادة النظر بهذا الموضوع، لأنه اللي عم بصير بالقرن 21 بحق السيدات غير مقبول. بلبنان أن يتمثل بس فقط ب5% بمجلس النواب و5% بالبلديات و0.4% بالوزارة، يعني في عنا وزيرة واحدة. هذا الشيء معيب، صحيح. ولازم نحن نساعد كلياتنا باتجاه هذا البوش. نعم يعني مع تعيين امرأة واحدة مثل ما حضرتك ذكرتي بالحكومة الحالية، وهي نجلة رياشي وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية، بعد ما كانت يعني بالحكومة السابقة هناك 6 نساء يستلمن وزارات أساسية يعني أبرزها الدفاع والعدل، ألم يشهد تمثيل المرأة اللبنانية بالحياة السياسية انتكاس كبير بالتشكيلة الحكومية الأخيرة؟ صحيح، هو انتكاسة كبيرة، وسببها يمكن انه حتى الاساس مبني على نوع من انه يعني هيك بروباغندا، او خلينا ياي منزين المجلس او منزين الحكومة بعدد من السيدات. ولا مرة كان وجود التمثيل المرأة مبني على اسس ديب وعميقة وحقيقية. وفعلا مثلا اجت هالست اللي هي كثير ناشطة وكل عمرها بتشتغل بفيلد معين او بدومين معين، هي تنقت انها تكون بالوزارة، او هي تشجعت انها تكون بمجلس النواب او الاحزاب السياسية او الجمعيات السياسية زكتها او اشتغلت على هذا الموضوع. لانه بالاساس بحياتنا السياسية المتعلقة بدور المرأة ما في هذا الاهتمام الحقيقي الجذري انه والله نحن بدنا نغير من الداخل. من هيك صارت هذه الانتكاسة يعني صحيح. متوقعة، لأنه الأساس منه مبني على شيء متين. أنت مع أم ضد الكوتا النسائية من حيث المبدأ، لا سيما أنه مشاركة المرأة بالحياة السياسية يعني يجب أن تعتبر مشاركة مواطن، وهي بالأرقام وبالواقع هي أكثر من نصف المجتمع اللبناني، ولكن مشاركتها محدودة جداً. نعم، أنا حدا يعني صار لي تقريبا فوق 20 سنة بمجال العمل العام وبالشؤون الشأن الإنمائي والبلدي والانتخابي والسياسي، علما أني عندي 30 سنة خبرة بعملية. أنا على المستوى الشخصي ما اعتبرت إنه ولا مرة عزت إنه يكون عندنا كوتا أو يكون عندي شيء يدفعني ل يعني الخوض بهذا المجال بدون ما اتدفش من حدا أو خاف من حدا أو استحي من حدا أو أعطي الهم شيء معين. إنما هذا لا ينطبق على كل السيدات، كل حدا عندها كاركتيرها وعندها ظروفها حتى. واليوم القوانين لا تساعد بمثلا المرأة الأم أو العاملة أو الغيرة، القوانين ما بتحتم يعني أمور مسهلة لهذا العمل، كيف إنه للأسف. تقدر توازن ما بين حياتها الشخصية وحياتها العملية. فلا بد من هذا الإجراء المؤقت. بالنسبة لي الكوتا شيء ضروري، نعم، يعني أنا مقتنعة أن الكوتا ضرورية، إنما بشكل كإجراء مؤقت على دورة أو دورتين لحتى يصير هذا التحول الديمقراطي بالعملية الديمقراطية بشكل تدريجي، لحتى الناس تقدر تبلش تشوف الست فيها تكون موجودة وفيها تكون فاعلة وفيها تكون ناشطة، مش يمكن عيب وحرام وشو صاير عليها. ويعني لأن هيدا كلها أشياء intimidating، بتخلي الست من الأساس بتقول ما بدي، شو بدي صحيح. بهيدي الشغلة. سو نعم، أكيد لازم يكون في كوتا، ونحن ما عم نخترع البارود. هيدا موضوع كل بلاد العالم الأرقى ديمقراطيا والأهم ديمقراطيا اضطروا أنه يروحوا على موضوع الكوتا بشكل انتقالي أو مرحلي، لأنه أساسا يعني حرية النساء والمساواة وغيرها ما أنا موجودة على مستوى العالم كله، يعني أبدا، صحيح، وين ما كان. وسبقونا الدول العربية بهذا الموضوع. وعشان هيك بنلاقي بمجالسهم في يعني صرنا نحن بنروح بناخذ استشارات من نائبات بالدول العربية، صار عندهم خبرة على مدى 3 أو 4 دورات. عقبالنا.
بالختام، إن شاء الله. هل يا ترى سيشهد لبنان تطور معين بهذا الشأن بالقانون الانتخابي الجديد اللي طال انتظاره واللي ما زال يعني رهن توافق القوى السياسية على تفاصيله؟ هلا طبعا القانون حيساعد، بس انا بقول انه اليوم المراه صارت اوعى بكثير سياسيا، صار في تطور بهمتها بان هي فعلا انها تكون موجوده وتثبت حالها وتقدم حالها كبديل لكثير من السياسيين اللي جربناهم واللي شفناهم. واليوم يعني بقانون وبلا قانون اكيد اكيد أأمل جدا جدا بتغيير جذري بالمقاعد مجلس النواب، ليكون في دور لهذه المرأة اللي عانت ما عانته، خاصة بآخر سنتين بالوضع الاقتصادي اللي نحن فيه من وراء السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اللي عملوها كثير من الرجال. اليوم الدعوة لكل امرأة إن هي تدعم المرأة المرشحة، إن هي تعرف إنه هذه المرأة هي الأجدر إنها توصل صوتها كست، توصل معاناتها كست لحتى يصير التغيير اللي هو لازم يكون. سو طبعا نتأمل بالانتخابات بكوتا وبلا كوتا. هدى القصه قصقص، رئيسة جمعية بيروتوبيا وعضو مجلس بلدية بيروت مستقيل، بدي أتشكرك على هالمداخلة، على أمل أنه يكون تمثيل المرأة اللبنانية بالحياة السياسية تمثيلا لائقا بدورها بالحياة. إن شاء الله إن شاء الله we will be there.